معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، ووصلنا للعمل يمكن 20 ولا حاجة و20 في سلسلة الأعمال اللي هتظل صاحبها يوم القيامة. وإحنا طبعا عايزين نقول إنه الأعمال دي بتكون شهادة علينا، ومحدش ليه حجة، لأن الأعمال اللي اتكلمنا فيها كتير جدا اللي بياخد صاحبها يستحق إن هو ياخد ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة إن شاء الله. ويا رب نكون كلنا من الفائزين بالجنة وبالظل وبالرحمة وبالمغفرة يا رب. برحب بضيفي الشيخ أحمد علوان من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. مرحبا. أهلا وسهلا سيادة، مرحبا بحضرتك وبسادة المشاهدين. وإحنا طبعا بدأنا بقالنا فترة سلسلة طويلة عن أصحاب الأعمال اللي هيستحقوا إن شاء الله الظل والرحمة دي يوم القيامة، وتكلمنا عن حاجات كتير جدا، والنهاردة هنتكلم عن صلة الرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلة الرحم وأي عمل الإنسان يعمله لازم يعرف إن هو هياخد عليه ثواب لو ابتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه خالصا. وأي عمل عندنا لازم يكون متوفر فيه شرطين: الصواب والإخلاص. صواب يعني أنا بعمله صح. جيش واحد مثلا بعد صلاة الفجر لحد الشروق كده يقول: لما أقوم أتطوع. لا، نحن نهينا عن الصلاة في هذا الوقت إلا اللي عليه قضاء، وهو قاعد مثلا أنا ما صليتش العشاء امبارح يقوم يصليها، ده قضاء فرض. لكن هو صلى الفجر وصلى السنة بتاعت الفجر، ما ينفعش بقى بعد الفجر يقول: ما أقوم أصلي حتى ولو كان عمله خالصا. يعني هو مخلص في عمله بس مش صائب، مش صح، لأن ده مخالف للسنة. تمام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فضيل بن عياض يقول: أي أصوابه وأخلصه. يبقى العمل شرط أنه يكون صائب وأنه صاحبه يكون مخلص فيه. تمام. كنا بنتكلم عن ثواب صلة الأرحام، تعالوا نكمل العمل ده والأجر ده، وإيه الثواب اللي ربنا سبحانه وتعالى أعده لمن يصل رحمه. كنا ذكرنا أول حاجة أنه بيزود في الرزق، رقم واحد. رقم اتنين: يشهد لصاحبه. رقم ثلاثة: يدفع ميتة السوء. يعني أنا جميلة قوي. ممكن لو أنا ينجي الواحد يعني في ختمته كده يبقى خاتمتي حلوة. من كام يوم كتبت على صفحتي: إذا أردت أو من حسنت خاتمته فهذه بشارة له بالجنة. اللي يموت وخاتمته حلوة، مات وهو بيصلي، مات وهو بيعمل خير، مات وهو بيذكر ربنا، مات وهو بيقرأ قرآن، مات وهو بيصلح ما بين اتنين، مات وهو بيعمل أي حاجة حلوة بيتقال عليها حلوة، هذا يبشر بالجنة إن شاء الله. تمام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات على شيء بعث عليه. فأنا لو عايز خاتمتي تبقى حلوة، من الحاجات التي تساعد على حسن الخاتمة صلة الأرحام. مش كلامي، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند أحمد في المسند، قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره، أو يوسع له في رزقه، أو يدفع عنه ميتة السوء، أو يدفع عنه ميتة السوء، فليتق الله وليصل رحمه. يبقى أنا حصل رحمي سواء كان من طرف والدي أو من طرف والدتي أو حتى من طرف زوجتي. وأنا بركز على موضوع زوجتي ده، لأن يا جماعة على فكرة من العشرة الطيبة أن تحسن إلى أهل زوجتك كما تريد أنت أن تحسن هي إلى أهلك. مع إن هو مش لا فرض على الزوج ولا فرض على الزوجة إن كل واحد فيهم يصل رحم التاني، لكن هو ده هذا من بتقول الإحسان. فضل بقى. ده من الإحسان اللي خلي بال حضرتك، هذا به تستقيم الحياة. صح. ليه؟ لأن هي لما يعني برضو من ضمن المشكلات، يعني مشكلة ما بين اتنين وخلاص البنت مصممة على الطلاق، ليه؟ بتقول لي: من الحاجات يا شيخ بعمره ما جه مرة عند أهلي، ولو جه يوصلني تحت وأنا أطلع لا أطلعش عند أهلي، أنا ما بروحش. دي حاجات بتعمل جرح، بتعمل حزازيات. طبعا ما بيروحش عند ليه؟ هي عايزاك يعني
تبقى معاها تبقى جنبها، هي بتحس بأمان ده بده وبتحب ده، فليه أنت ما تحقق لهاش ده؟ ده سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه كما جاء في حديث مسلم بيقول إيه؟ ما هوت السيدة عائشة شيئا إلا وتابعها رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة ما كانتش تهوى حاجة ولا تعوز حاجة إلا النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ كان يتابعها، يعني هو معاها، يعني هو بيحب يحقق لها اللي هي عاوزاه. يعني هو صلى الله عليه وسلم مش شايف إن ده بينتقص من الرجولة، ولا شايف إن ده بينتقص من المكانة، ولا شايف إن ده بينتقص من حقه ولا من مكانته كزوج، بالعكس الأمر عنده واسع جدا وطيب. وبهذا الحياة يبقى لها معنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنه خلقا وألطفهم بأهله، وألطفهم بأهله. يعني عجبني مرة بعض العلماء بيقول إيه؟ إن الواحد المتزوج لو تعامل مع زوجته زي زميلته في الشغل الدنيا هتبقى كده. صح. مع زميلته في الشغل وممكن يبقى إيه خارج من البيت ومتنكد ومتعكر ومش طايق، لما بس ايه زميلته تشوفه ولا حاجه اللي قاعد على المكتب في يجمعهم عمل، فمش عارف انا اجيب لك فطار معايا. طب انت ما انت خرجت مع من بيتك وما قلتش لزوجتك حتى سلام عليكم ولا محتاجه حاجه، ليه ده؟ بيحاول يتجمل قدام الاغراب. والاولى به اهله وزوجته واهل بيتي واولاده. تمام. لو انا زي ما سيدنا ابو بكر عمل مع مصطح ابن اثاثه اللي لما وقع في عرض ابنته عائشة في حادثة الإفك فحلف أنه مش هدي لابن خالتي حاجة، فرجع في يمينه تاني وقال أحب أن يغفر الله لي، فأنت برضو لو عاوز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك وتعمل زي أبو بكر وتاخد الثواب زي أبي بكر فاعف واصفح، وخلي بالك صل رحمك وأقاربك وهم أولى بالصدقة. بيجي ناس تسأل أنا عندي ولد أخويا أو ولد أختي وأنا بطلع زكاة مال أو عاوز أتصدق، عايز أطلع 100 جنيه أو 200 جنيه، أشوف الغريب اللي محتاج ولا أشوف قريب اللي محتاج؟ أقول له القريب طبعا، الأقربون أولى بالمعروف، وده شرع النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، مسكين يعني أي مسكين، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، النص بيقول وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. يعني انت لو انت تصدقت او وصلت رحمك او ساعدت حد من قرايبك انت هتاخد على ده بدل الاجر اجرين، ليه؟ اجر ان دي صدقة، واجر التاني ان دي صلة، انك بتعمق روح الايه الرحم والقرابة ما بينك وبين قرايبك، بانك هو في ازمة، هو من الغارمين، بنته بتتزوج وحالته على قده، فانت جبت له مثلا تلاجة لو تقدر، جبت له غسالة، اديته 5000 جنيه شوف بنتك عاوزة ايه، جبت له حاجة مثلا في الفرح، في وهكذا. الحاجات دي كلها حتى ولو كانت على سبيل الهدية لكن هي أجر وثواب. حتى بعض العلماء بيتكلموا في مسألة فقهية، هو أنا لو مش عايز أجرحه وهو مش عايز يقبل فلوس، وممكن يقول نفسه عزيزة فلوس لا، أو يحس إن هو فالناس بتديني، أنت ممكن تطلع زكاة مالك في صورة حاجة عينية. هات التلاجة مثلا، أنت مطلع 2000 جنيه، شوف ال 2000 جنيه يجيبوا فرن، يجيبوا مايكروويف، يجيبوا أي حاجة تنفع، خدها الزكاة بتاعتك دي 2000 جنيه واشتري بيها الحاجة، وروح اديها له دي هدية بعد ما تعرف إن البنت محتاجة إيه، أو أنت تبدأ تتقصى كده من خلال زوجتك، تكلم زوجة أخوك، واللي عاوز يوصل يا أستاذة دعاء هيوصل، واللي عاوز يعمل خير زي ما بيقولوا اللي بيعمل خير ما بيشرش. سبحان الله، أبداً الخير عمره ما بيضيع. صحيح. الخير بينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. تمام. فده ثواب صلة الرحم اللي إحنا اتكلمنا عنه، ويا ريت نركز في صلة الرحم قوي، وزي ما قلنا قبل كده حط العنوان بتاعك في حياتك كلها وبالأخص صلة الرحم، وعجلت إليك ربي لترضى. واللي عايز بركة في رزقه يصل صلة رحم. عايز حسن خاتمة صلة رحم. عاوز حاجة تشهد لي يوم القيامة إنك عملت حاجة حلوة صلة رحم. عاوز تاخد بدل الأجر أجرين بقى تصدق وأنفق وساعد الأقارب فهم أولى بهذه المساعدة. طيب عايزين نعرف بقى عقاب اللي يقطع الرحم. خطير. خطير، وأول حاجة يعني أنا صعب إن أنا أقولها بس القرآن قالها
فلازم أقولها طالما أن القرآن أخبر به. أيوه. أن الذي يقطع رحمه القرآن أخبر بأنه ملعون. اللعنة اللي هي الطرد، طرد من رحمة الله، ودي شديدة قوي. طرد من رحمة ربنا. دي حاجة صعبة قوي طبعا. ده احنا لن تلال رحمة الله. ده احنا عايشين في الدنيا وأملنا في الجنة على الرحمة. برحمة ربنا. صحيح. ورحمتي وسعت كل شيء طبعا، فسأكتبها، عشان برضو في ناس بتجتزئ ياخد اللي على مزاجه ويسيب اللي على مزاجه. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يا الذين لا تقربوا الصلاة ما تكمل، قالوا أنتم سكارى. لما ربنا سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، بس كمل الآية، فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ثلاث حاجات انت عملتهم، انت اتقيت ربنا في والدك، اتقيت ربنا في والدتك، اتقيت ربنا في اخواتك، ده انت ممكن تاكل مراس اخواتك، اتقيت ربنا سبحانه وتعالى في ولاد اخوك، في ولاد عمك، في ولاد عمتك، في ولاد خالتك، في قرايبك من الطرفين، اتقيت ربنا فيهم ولا لا؟ ولذلك انت لو قصرت في ده وما اتقيتش ربنا سبحانه وتعالى، خلي بالك انت بينك وبين رحمه مسافات. ما ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء، ويجي واحد يقول ايه كده كده هنعدي على الصراط عم الشيخ، ما حدش هيفلت، وان منكم الا والدها. ايوه ماشي، بس يكمل برضو الايه، كان على ربك حتما مقضيه. بعدها قال ايه؟ ثم ننجي الذين اتقوا. يعني في واحد هيمر على الصراط ينكفئ على وجهه مره ويقوم مره، شويه يقع ويعتر وشويه يقوم لحد ما يعدي. وفي واحد يمشي حبوا، عارف الاطفال كده عمال بيحبو كالطفل. ومنهم من يمشي راكبا، راكب على حاجه باشا كده، ومنهم من يمشي كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر على الصراط كالريح المرسله، ومنهم بمجرد ان يطأ بقدمه على الصراط يطأ في جهنم والعياذ بالله. اعوذ بالله. يبقى انت هتمر على الصراط، هتمر بس على حسب حالتك، على حسب عملك، على حسب اللي انت عملته. ما هو حتى من ضمن الحاجات اللي اصلا الصراط، الصراط وما حول الصراط طريق مظلم وتحتي جهنم، ألف عام حتى احمرت، ألف عام حتى بيضت، ألف عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، المنطقة مظلمة. لازم تعمل حاجة تنور لك الطريق. والموضوع مش صعب، مش صعب انك تصلي، مش صعب انك تتقي الله في والدك ووالدتك، مش صعب انك تعمل خير، مش صعب انك تحافظ على الصلاة، مش صعب انك تقرأ قرآن، ما هوش صعب انك تتعامل في حياتك بما يرضي الله، مش صعب انك تاكل الحلال، مش صعب ان اخلاقك تبقى حلوة مع جيرانك والناس، مش صعب انك تتعامل في حياتك باللي ربنا قاله والنبي قاله وتبتعد. محدش ما بيغلطش، كلنا اصحاب ذنوب وكلنا اصحاب معاصي وكلنا خطأون. لكن انت لما تعرف انك اخطأت وترجع، ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك، مش تتمادى في الخطأ. أيوه، ربنا يهدينا جميعا يا رب. اللهم يا رب. ووصلنا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، وأول تقرير خير من تقارير وإنجازات مؤسسة سقيا الماء وصلات مية في الفيوم.